دي جيهان، مامة شادي اللي سابته مقابل فلوس كتيرة جدا. شادي يا حبيبي، انت ايه بتعملي هنا؟ طلبوا مني اجي عشان يسألوني عن مامة عالية. استنى يا شادي لو سمحت. شادي يا حبيبي، انا طول الوقت كنت بفكر فيك، بس صدقني الظروف اللي خلتني ابعد عنك كانت غصب عني، ما كانش بايدي اعمل حاجه. انت عارفه اني خلفت؟ اه عرفت، وكنت عايزه ابارك لك. مفيش اي حاجه في الدنيا ولا في اي ظرف مهما كان يخليني ابعد عن ابني يوم واحد. للاسف مش دايما كل حاجه نقدر نرجعها زي الاول. فرح أرجوكي اهدي وما تتعصبيش. في الحقيقة الليلة دي شكلها مش هتعدي على خير خالص.